كلنا نعرف أنه بعض الرجال يصيب مرض نفسي اسمه الساتزم، وبعض النساء كذلك يصيبهم أمراض نفسية الماسوشيزم. طيب ما هو علاج هذه الأمراض النفسية؟ الضرب، أن يتعامل معها بقسوة. وبالتالي حتى أحد الفقهاء قال وما المانع أن هذه الآية نزلت لمن يصاب بمثل هذا المرض النفسي؟ وبالتالي إذا زوج متزوج من امرأة مصابة بهذا المرض السادزم مثلا، طيب خلي يضربها، لأن الضرب علاج لها. وأنا عندي صديق دكتور علم نفس مرة تكلمت معه قال لي نعم أبو محمد، حنا عندنا بعض المشاكل الزوجية اللي الزوجة تعاني من هذا المرض، ننصح الزوج أنه يضربها بطريقة معينة ويتم علاج المشكلة. شو المانع أن القرآن كان يعالج هذه المشكلة؟ فنقول يا أخواني يا أخوات لا نتوتر ولا نتشنج، ديننا عظيم والآيات الكريمة فيها عدالة مطلقة، ليس فيها ظلم للرجل وليس فيها ظلم للمرأة، ولكن يحتاج منا احنا فقه في الدين في كيفية التعامل مع أحكامه.